وقعت قلبي يا جدع، انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده، مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على ابو خرست؟ يا ابو ريك، يا ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده، انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد، سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها ده عطف عندنا. طير يلا، خلي بالك، ربنا يستر، شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست. مالي وانا مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي. يا بنتي يا نصرة يا رايقة، والنبي ده الأكل هيطلع عسل. تلاقي البت ميسة ما حطتش فركة النعناع، والخلطة هتطلع صايصة. لا والنبي ظلمتك يا ميسة، حطت الخلطة. صباح الخير يا نصرة. صباح الفل يا روح نصرة. الله، انت عاملة محشي النهاردة؟ لا ده بتاع بكرة يا أخوي، لكن عاملة لك النهاردة طبق فتة هتاكل صوابعك ورا يا واد. يا واد ما تاكلش الزفت، امشي امشي، روح اقعد في اوضتك. يلا لما اخلص اكل هندهلك. وقدر روحي لاختي بالاونطه واجيبه لنفسي، وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه، بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيد يا رب. ما نفسكيش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت مفتوح وعيال جد الله بيرعوا فيه، الونسه ممدوده. تبقى مصيبه لو اخوك بيفكر زيك كده. جرايه يا بنتي قللت الاصل، انت مفكره ان سيد مش ليكي ولا ايه؟ والنعمه لو لغيري لاستريح، انما هو عارف ان انا قاعده وصابره، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. انا نازله يا نصر، عايزه حاجه. خدي يا بنت تعالي هنا. اي بنت اللي انت عامله في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملون، وايه اللي انت مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تنن؟ جرى ايه يا نصر؟ في ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ هتنزلي ازاي الحاره كده؟ استري نفسك. هلبس ده؟ هلبسه. وبعدين انت مش معادك الساعه 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعه. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انت عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعه يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعه؟ اه يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. فرنش ولا الوان المره دي يا مدام؟ لا الوان بقى يا رحال، عملنا فرنش كتير قوي الفتره اللي فاتت عشان خاطر التصوير. بس كان حته دور، انا بصراحه ما صدقتش ان حضرتك عملتي دور سعديه وبتتكلمي زيهم بالظبط. دور جامد جامد يعني، جايزه باذن الله. ثانك يو يا رحال. ويا ترى بقى اتفرجتي على الحلقات كلها؟ اه طبعا، وبعيده دلوقتي كمان على اليوتيوب. ياه، ده انت مهتميه قوي بقى. اصل انا خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، وبعشق الاعمال الدراميه، وطبعا مدام بيري سيف يعني مش هتطلع في اي اعمال وخلاص. خريجه اعلام وبتشتغلي هنا؟ اه هنا كويس يا مدام، هنا كويس. ومن ناحيه يعني انا لسه ما لقيتش فرصه بشهادتي، ومن ناحيه تانيه أنا بعشق الكارير ده، يعني بلاقي متعة في شغلي مع الزباين الأمارات اللي زي حضرتك. حبيبتي بس نجمتنا القمر عندنا، معقول؟ أخبارك إيه؟ تمام يا روحي، أنتِ إيه الأخبار؟ تمام، أنتِ كويسة؟ الحمد لله. أوكي، خلصتي مع رحاب بقى وتعالي نشرب قهوة في مكتبي، أوكي؟ أكيد هعمل كده. أوكي. بعد إذن حضرتك ثانية واحدة. أوكي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ أختك كويسة؟ احمد جراله حاجه؟ مالك يا رحاب في ايه؟ ما انا لسه سايباكي في البيت ونازله، جايه ليه؟ جايه زي اي زبونه عادي. ايه ما شبهش؟ بطلي هزارك ده بقى وتفضلي امشي من هنا، ما تجيبيليش الكلام. ماشي مش هجيب لك الكلام، بس هاتي علبه الميك اب اللي طلبتها مني. يا بنتي الحاجات دي غاليه قوي، ما ينفعش. غاليه عليكي انت مش عليا انا.
وانا كده كده هديكي تمنها اصلا. خدي بس دي اخر مره اشوفك هنا، فاهمه ولا لا؟ والا ورحمه ابويا لا اقول لاختك نصر. هاجي تاني ومش هتقولي لنصر. ماشي؟ باي باي. اوكي هستناكي بقى. ها اكيد هجيلك. اوكي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، بس بالراحه عليا شويه رحام. حاضر. يلا يا جدعان ادي جيب له المايه دي، عايز حد ينظف هنا. ايه ازيك؟ يلا يلا. ايه الاخبار؟ ازيك يا ام ايمن؟ ازيك يا حبيبي؟ ابي اسالي جايه لكم. يا نهار ازرق، معقوله؟ ايه ده؟ بنفسك يا ست الناس؟ طب كنت قلت لي كنت طلعت خدتهم انا ولا بعت لك اي حاجه؟ مش هتفرق، وانت عارف ان بيت جدله ما بيدخلوش غريب. لا 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 الله. طب ليه الوش الخشن ده يا ست نسرة؟ غريب الا الشيطان. وبعدين احنا اولاد حته واحده، السؤال واجب. يعني بالمره تكونوا محتاجين حاجه، عايزين اي طلب، مش كده ولا ايه؟ ايه يا حماد؟ حسابي ولا معلمك مش عامل حساب؟ لا عامل حسابه، ولو مش عامل حسابه عليا الطلاق ادفعه من جيبي. وانا صغير ولا ايه؟ ده انا حماده الطيب اللي هنا من زمان، وشايل جوايا وساكت. بصير اللي ما يعرفنيش يعرفني. وانا يا اخويا مش تلميذه في الدبلوم، ولا راميه ودني للقهات والصعبانيات. والحته دي اعرف رجالتها دكر دكر، ولا مؤاخذه عيل عيل. وبعدين ايه يا اخويا زمان ده؟ ما انت لو اديتيني سكه اقول لك. سكتك مسدوده يا حبيبي. هات الحساب يالا. قال ابني امبارح بيقول لي زمان ومش زمان. بس انا ما كنت عارفه انك هيك قبضاي. هو انت لسه شفت قبضايات؟ سمعت اغنيه بشرة خير؟ ايه سمعتها بتجنن. معايا بقى هتشوفي كل خير. مشكله بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقه ومش عارف ابات فين. ما لي انام عندي. اول ما شفتك قلت عليكي بنت جدعه. سيد سيد فين صلاح؟ غدروا بيا يا سيد. ايه اللي حصل؟ عملوها معايا، خدوا الحاجه كلها، دغدغوني يا سيد. اسود يا صلاح مش قادر اقف. طب لف لف بسرعه، اسمعني على البيت. We'll be right back.
شنطة الفلوس. انت فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجه. شو المجرى اللي صارت؟ والمصيبة هي رح تودينا باخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الاخر. رجع البلرك والحوالي اللي جيتوا منها انت وصاحبك، قبل ما تصحى تلاقي نفسك بالتابوت تحت الارض وهو جنبك. ماشي، رجعنا. بس العملية كانت على اسمك. وحمايت انا وصلاح واجبة عليك. مثل ما كسرت جبرة يا ابو خريف. وحقي. النصيحة اللي قلت لك اياها هي الثمن، نفذها. وهيك بيبقى حقك وصل لك وزيادة. امين. الولع ساعت على الحجر يا كبير. يا الساعة تيجي كام دلوقتي يا واد؟ عدت واحدة وانت مقع عينيك في الجرنان ده. بقول لك يا لحوكة، ولا جوه ده مش الواد معوض اخو فودة؟ اه هو بالون الصايم مع الجدع ده مش فاهم بيهزوا في ايه. ده يا راجل ما تأثر كده وبلاش هزقان على الصبح. انا بصراحة كده انا خايف من اخوك الكبير يعرف اي حاجة عن الحكاية دي، ولا بصراحة كده انا مش قد المعلم فودة ده، هو لو عد عليا كده هيفرم امي. طب يابا مد ايدك خد مصلحتك بدل ما لسانك يزعلك. هلا حوكة. ايوه يا معلم. اكنس. ماشي. كويس الفلوس تبقى عندي قبل المغرب. فاهمني يابا؟ يا فلوسي ما تباتش بره. طب يا سلطان، في ايه؟ سلطان. حاف كده معود. لا بالشرب. بالشربة دي هناك عندكم في المصمت. بس انا مضطر افوتها لك عشان انت حبيبي. واخو حبيبي برضه. على حوكه حسابك ياه. عيب، ما يصحش يا معلم معوض. لا يصح يا معلم سلطان، وبعدين ابعد عن سكة السعادة يا سلطان الحبيب. الله، ده انت مصر تحاسب بقى. هو من امتى ما حاسبتش انا؟ خلاص، ما دام مصر بقى يبقى تحاسب على كله. حوكه ليسو. نهدى يومين يا سيد ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. ما فيهاش يا صلاح، الليله هنا برشمت على الاخر. يعني ايه؟ يعني هنلم حاجتنا ونمشي، واللي ملوش لازمه هنسيبه هنا. انت بتتكلم جد يا سيد؟ يا جدع ده احنا من ساعه ما سيبنا بوخارست واحنا عمالين ننط من بلد لبلد، ما صدقنا تزهزه معانا هنا، هنسيبها ونمشي؟ هو احنا ايه يا اخي؟ فق. خلاص بقى ما فيش وقت للكلام ده يا صلاح. يا عم شويه عيال وعلمنا عليهم، حصل ايه؟ والعيال دي تخص مين؟ مالناش فيه. لا لينا، واللي يخصه مش هيسيبنا في حالنا. طب والخواجه؟ مش كل ده عشانه؟ يا ابني الخواجه عايز شغله نضيف. يا عم امسحها فينا وهو كله بيعلم على بعضه. خلاص بقى صلاح، الخواجه بعنا، الخواجه بعنا. رخص يا ابني. بس كده سعاده الباشا، اتفضل. سليمه ومترخصه وزي الفل لسنه قدام وسنتين ورا. ايه السكر والعسل ده؟ اركن يا ونزل. وانت مش مهندس انزل وهات لي بطاطك في ايدك. يلا يا. طب انا مالي يا باشا، انا ما هزرتش وما فتحتش بق. يعني انت مش راكب مع الاستاذ محمد نجم تبقى تنزل. يلا يا باشا. والله العظيم ما عملتش حاجه وبطاطا اهي. تعالالي. ما عملتش حاجه انت يا باشا. والله ما عايش حاجه، ما عايش غير ورقي وفلوسي بس يا باشا. لا ما احنا هنشوف اهو. ايه ده؟ انا لقيت ورقه اهي. دي ايه دي بقى؟ بطاقه التجنيد ولا كارنيه النادي؟ في عرضك يا باشا، انا ابن ناس ما تسلمنيش. وبعدين دي مش بتاعتي، دي بتاعت واحد صاحبي وانا بقضي له مصلحه. تصدق قلت كده؟ هم اصحاب السوق. تعبيت يا ابني. لا تعال نروح للظابط اللي قاعد هناك ده بقى. بص مش هيسيبك. بص الحته محمله ازاي. دي قضيه تخينه وبصراحه هو هيفرح. تعال نروح. لا لا قضيه ايه يا باشا؟ انا مهندس والله، ودي اول مره. اول مره؟ اه والله العظيم. يبقى خلاص تعدي. ربنا يخليك يا باشا. لا ما هيخليني، بس حق الحكومه وحق مصر. ما انت تؤمر يا باشا، تؤمر. هو يا باشا والله العظيم ده كل اللي معايا. لا خلي الفلوس روح بيها، انما الموبايل ده مش فاهم. موبايل ماله؟ اصل الموبايل ده طالع مأموريه. مبروك عليك بقى، تشتري موبايل تاني بقى جديد، عده نظيفه يعني. ها ايه اللي جابك اخويا؟ فوق. طيب نورت يا معلم فوده. كانش صح اللي عملته يا سلطان. كان يصح ان اخوك يناول وسخته في مطرحي. تنسيت انا مين؟ تعرف كويس اني ما بنساش. كنت فاكرك هتقدرني اكتر من كده. الا الحرام يا فوده، الا الحرام. انا لو ما بقدركش كنت تلفت لك امله، وانت عارف
سلطان ما عندوش عزيز. عارف، سيبني بقى شوية مع أخويا طيب خاطره بكلمتين بعد اللي عملته. شلش هم أخوي وحياتك لن تقضاها على دماغه، ونفضوا بقيت جيتيته في الحتة كلها. ايه يا معلم؟ ده انا اخوك برضه يا معلم. المصيبة انك اخويا، بس لما ما تقدرش تمشي تحت ضل فوضى الاسمر زي ما هو عاوز، بشتنك يوزك على السكة الشمال يا ابن الكلب، يبقى ورحمة امي وامك خليك تعفر سحنتك الوسخة في تراب جزمتي لحد ما تحجب عمرك على الاسم اللي جمعني بكلب زيك. خلاص يا معلم فودة، مش وقته، خد اخوك وحاسبوا بعض في مطرحك مش هنا. حقك وصل لك يا سلطان. لا انا ماليش عندك، لا ولو ليا كنت خدته بدراعي، ما كنتش بعت لك اللي انت عملته. الواجب الواجب مردود يا سلطان. الشاي يا آية. خليه عندك. احكي لي بس الأول، بري دي دفعت كام؟ دفعت؟ اسكتي، أنا لو في جيبي 8-3 أربع زيارات من اللي بتجيهم عندنا دول كان زماني عملت سنتر أشد من بتاع المدام. أه والله يخرب بيت الفقر اللي أنت فيه. هو أنت فاكرة يعني 4000 ولا 5000 دول يعملوا حاجة؟ دول يا دوبك يجيبوا عشوة مع شباب كلاس كده، مش أحلامك لنص عمر دي. طب يا اختي ما تعزمينا على عشوة الحلوة دي يا روح اختي. يا نصرة في ايه بس؟ ما احنا بنلغي في كلمتين، ايه المشكلة يعني؟ وبعدين انت خلاص شايفاه واقف لي على الناصية. على الناصية؟ جرايه بيت. صلي على النبي يا نصرة، صلي على النبي، خليه في رجلك، انا عارفة مش هيلبس في حد غير انا عارفة. انا حيلة هديته للنهار. اهدي معلش. خليها تغور. وتعالي انت يا اختي اعملي شعر. حاضر من عينيا الاثنين. ولا اقول لك بناقص انت كمان. دي بقت عيشة القصر الحب. ايه ده في ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا ربي، مالكوا؟ أصلي ياض صح؟ أصلي يخصني، هنقسم قسمة الحق. امسك. إيه ده يا عم بلبل دي؟ ما تجازيش الحتة دي، هتكفي إيه ولا إيه؟ وأنا ياض بقول لك سدد بيها ديونك، جرايا مصعب، ما هو عدلك كده، أنت هتعمل فيها قلب الليل ولا إيه؟ ده أنت يا دوبك يعني وصلت الواد وحتى ما هنش عليك تتصل بيا، رنيت لي بس يا معفن. وأنت عملت إيه يا عم بلبل؟ دول هما كلمتين وراح الواد راح هر على نفسه ونفضته في كل حاجة. تروح وانت هبر الهبرة الكبيرة وتدينا النسيرة دي؟ تساوي نفسك بالحكومة يا جعير انت؟ وموقف ياد انت بقى من حديد يا ده، انت ولا ليك اي لازمة، تغور يجي مية غيرك. ماشي يا عم بلبل، وحلال عليك العدة الصحية دي. وانت مساء الخير يا بلبل. كده برضه يا ستهم ينفع كده؟ ايه؟ ترجع 10 مساء فين 4 و5 صباحا زمن الانحراف الجميل. يخيبك يا بلبل. اقعدي ريحي الغالية. لا اصل القعدة هنا تخلق، وبعدين انا خرمانة عايزة اروح اعمل لي حجر. طيب امسكي دي زبطيها على نار هادية، هجيب لقمة واطلع لك على طول. مستنياك يا بلبل. حمامة. عن اذنك يا معلم. تولعي بجزوزة. عارف يا سلطان، مش انا امين في المباحث اهو، بس مش قادر اعرف انت قارش ملحه الوليه دي ليه. ده تستعبط يا بلبل، دي من قديمه. طيب ما دام هي من قديمه مطمئن كده معاه. انت مسطل يا جدع انت ولا ايه؟ امين مع مين؟ دي وليه شمال من الجسال البيت اللي حلت بسكنتها الهباب دي. اوعى شيخ مشايخ الطريقه، فجاه كده بقيت عم الولي. صحيح حاره ناقصه، اللي يقدر ما يعفيش. سلام. سلام اخويا، اللي يقدر ما يعفيش. اهلا. السلام عليكم يا دكتور. عايزه ايه دلوقتي؟ الله، الدكتور كان كاتبني على حقنه فيتامين بي، كنت عايزه اخدها. ودي وريد ولا عضل؟ لا عضل طبعا. لا انا بطلت ادي عضل، بس انا تعبانه قوي يا دكتور. يا ستي انا كمان تعبان. روحي يلا لسمير، في واحده هناك بتدي عضل. يلا.
شمع ولا تولعوا اللمض اللي عندكم دي اللي انتوا اشتريتوها رحاب. ايوه نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتي يا ايه؟ ما قلنا ايوه. سيد ازيك يا نصر؟ وحشتني يا زيد. سيد يا حبيبي يا حوبة. حبيبي يا اخويا. تعالي حبيبي وشك حلوه النور جاي. وحشتني وحشتني يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الحمد لله على السلامه. سلامتك يا بنت وكبرت. مش كنت قلت لنا كنا طلعنا لك المطار ولا عملنا لك حاجه في البيت؟ ليه يا نصر وانا غريب ولا ايه؟ الواد احمد فين؟ وحش فين؟ فينك سخان لحد دلوقتي ليه؟ اصل ورديه بالليل يا حبيبي بيذاكر هناك. اصل في اخر سنه. مذاكره ايه؟ ده العيال هناك 10 سنين مولعينها. اوعى انت بس يكون منامك مولعه هو كمان. لا يا اخويا ده مقدم. ما انا عارف طول عمري. الجوز دول عاملين ايه؟ زي الفل ماشيين على الصراط المستقيم على حطه ايدك يا اخويا. او غلاوتك يا سيد. والله يا اخويا. بس ده ما يمنعش برضه انهم عايزين ابو توكا. يا سلام بس كده بتعانوا. يا حبيبي يا اخويا وحشتوني يا ولد الكلب. عليه توكلت وبارك العرش العظيم. مين؟ مين ايه؟ انا ابنك يا وليه. ولفتيني يا ام صلاح. صلاح يا حبيبي. خليك يا حبيبي. يا حبيبي يا ابني وحشتني يا حبيبي وحشتني. وحشتني قوي يا ام. عامله ايه يا ست الناس؟ كل ده يا ضنايا اقصى عليك اهون عليك ده كله يا ابن الكلب. في دي عندك حق. ابن كلب ورمه كمان. بس وغلاوتك ياما انت ما تعرفيش الحضن ده كان وحشني قد ايه. والله يا ابني عفيت الدنيا كلها ردت فيها دلوقتي لما شفتك يا حبيبي. ايه يا ام صلاح المطرح مالهم دهول كده ليه؟ والله يا ابني لو عارف انك جاي كنت قلبت فله. يا ولية تقلبي ايه وانت فيكي حيل؟ هو مش بسلامته عمل فيها سبع رجاله وفتل شنباته وقال لك هجيب لك واحده تخدمك وترعاكي؟ يا ابني ما تسلمش ابوك. انا اللي قلت له لا. انا ما بحبش يعني ريح غريب جنبي. الله. امال انت مين اللي بيخدمك؟ مين اللي بيرعاكي؟ كتر خيرها وربنا يسترها يونيا. اهي بتشقر عليها من وقت للتاني وبامانه الله مش مخلياني محتاجه حاجه خالص. على اخر الزمن الغريب بقى هو اللي بيخدمك ياما. معلش ابنك رجع ومش ماشي تاني. والله العظيم لا اقعد تحت رجلك وما اخليكي محتاجه حاجه ابدا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وحشتني وحشتني يا حبيبي وحشتني يا دنار. وحشتني قوي وحشتني قوي. ويا ترى بقى اجازه صغيره زي كل مره وماشي على طول يا سيد؟ والله يا حوبه شكلها كده تطول المره دي شويه. بجد؟ او النبي يا اخويا خليك بقى معانا. سيد هو في حاجه حصلت؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه. كل حكايه ان انا زهقت وعايز اركز واحط شويه. كلمه ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. طالما جت السيره بقى على دخله سيد اهو بقالي اكتر من شهر بتحايل عليهم نروح نزور ابوكوا ومفيش فايده. محدش راضي يكبر بخاطري. بس يا بنت اخوكي لسه جاي من السفر. سيبيها يا نصره. معلش انا كمان ابوكوا جه على دماغي بقاله شويه حلوين. ربنا يخليك ليا يا سيد. والله حلمت بيه مرتين الاسبوع اللي فات. عايزه اقرا له الفاتحه كده واختم له بعديه ياسين تحنن عليه تربته. اصل وحشني قوي يا سيد. الله يرحمه. طب يا ستي ما تزعليش هتروحي تزور ابوكي وهتقري له الفاتحه ونوزع له رحمه نور كمان. ان شاء الله.